السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع يمين بن علي. اليوم باش نحضر معاكم طاجين ملصوقة، إن شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. نشوفوا المقادير مع بعض. يلزمنا ورق ملصوقة، 12 ورقة ملصوقة اللي هي ورقة البريك ولا ورقة الباستيلا ولا ورقة الديول، ديما نلفوا عليهم باش يبقوا محافظين على الندوة متاعهم. عندي لجبان، عندي بارموزان باش نعمل منهم غرفة أكل، وعندي جوير عملت منه 50 غرام. عنا زيت زيتونه وزيت عادي باش نعمل شوي شوي منهم. بالنسبه للفاحات عنا شويه زعفران حر، وعندي شويه فلفل اسود، وعندي شويه قرفه وشويه ملح. عندي بيضتين مسلوقين، وعنا خمسه بيضات عاديين يعني مش مطيبين، خمسه بيضات. عندي لاشابلير حضرته معاكم في القناه مره، تو خلي لكم رابط الفيديو نتاعو. هذا يبيض حضرته معاك، حطيته في الكونجيلاتير وين ضل حاجتي به نجبده. عندي مغرفتين نتاع اكل لا شابلير اللي هو الباقسماط. عندي رص متوسط بصل قصيته رقيق. عندي مغرفتين نتاع زبده. عندنا اللوبيا، شديت كاس لوبيا ولا 100 غرام لوبيا، نفختها البارح في الماء والصباح غسلتها وطيبتها لدرجه انها تبدا مثلا كيف هك، كي تقديها كيف هك طايبه يعني. عندنا 300 غرام زدر دجاج، 500 غرام بطاطا. نتعدوا لمرحله التحضير. حطيت كسرونه باش نطيبوا فيها البطاطا، فيها إترة ونص ماء، وحطيت معون اخر انية اخرى لهنا باش نطيب فيها الدجاج. اول حاجه نعملوها نملحوا الماء نتاع البطاطا، ونعملوا قبسه كيف هكا زعفران. نحركوا شوي ونحطوا البطاطا. بسم الله، نحركوا البطاطا مليح ونطيبوها، ما نخلوهاش تتهرب، المهم تبدا طايبه وشد روحها، ما نخلوهاش تتهرب باش ما تفتفتش. حطينا المقلة توا تسخن، نحطوا شويه زيت عادي قدر مغرفتين زيت، ما نكثروش، ونحطوا البصل. نحركوا البصل خلوه يتقلى شوي، ما نكثروش الزيت. خليت البصله لين تقلت وتبدل لونها. توا نحطوا الدجاج، بسم الله الرحمن الرحيم، نحطوه كله. بقيت الزعفران نزيد نحطوه، ونحطوا شويه ملح. نحركوا مليح خاطر الزدر نتاع الدجاج يخرج الماء نتاعو، نحنا كل الماء نتاعو هذاك باش يطيب لنا الزدر، خاطر ما فيش زيت ياسر كيما شفتوا، باش ما يجيناش قوي وما تجيناش ورقه الملصوقه تبدا معبيه بالزيوت. حركته مليح، توا نغطيه ونزيد خمسة دقائق ونحرك. نحركه مرة أخرى. نحطه شوية في الفلكحل ونحركه مليح، ونعود نغطوه مرة أخرى لين يطيب بشوي، نتفقدوه ونحركوه. البطاطا هاي طابت هاكم تشوفوا، ما خليهاش تتفتفت، تنصفيها ونخليها تستقطر من الماء نتاعها. توا شفتوه كيفاش شحم الماء نتاعو وبدا يعطي في اللون الاحمر، يعني ما نخلوش يحمر الكل، ونزيدوه شويه زيت زيتون قدر مغرفتين زيت زيتون. بسم الله الرحمن الرحيم، نحركوا مليح. نزيدو توا اللوبيا نتاعنا، نحركوا الدجاج مع اللوبيا، نخلوها تاخذ المطعم نتاع الدجاج ونغطوه. خلينا اللوبيا قدر خمسة دقائق باش تاخذ المطعم والقوم تاع الدجاج. توا نطفو عليها النار، توا نخلي كل شيء يبرد ونتعدوا للمرحله الاخرى ان شاء الله. حضرنا كل شيء واللحم برد والبطاطا بردت، توا جبت معون وكسرت فيه البيضات الخمسه، نركضوهم مليح. توا بسم الله الرحمن الرحيم، توا عندنا شويه قرفه، نهزوا شويه على راس المغرفه كيف هكا، ما نكثروش، شفتوا شويه بركه قرفه، نحطوها فوق البيض، وشويه فلفل اكحل باش نحوك المطعم تاع البيض، ما نكثروش. ديما نثبتوا روحنا في الملح خاطر لازم تبدا مالح بطبيعتها. توا عندنا البطاطا بارده واللحم بارد، اللحم للبطاطا زيدوه. عندنا بيضتين مسلوقين قصيتهم متوسطين، نزيدهم ثاني
مغرفتين لاشابلير الباقة سمات نزيدوهم. عنا البارميزان تو نزيدو مغرفة متاع أكل، راهو قوي أنا منحبش مطعمو يعني منكثروش من مغرفة أكل يس. وعنا الجوير جبن الجوير، نخلطو المكونات كاملة، نجيبو المول باش نحطو فيه، نغلفوه بوراق الزبدة، نغلفتو بوراق الزبدة وباش نقص لجنابو كامل هنا. ذوبتك مغرفتين الزبدة ونبدا تو ندهن المول، نجيبو تو اوراق الملصوقة ونبدو ندهنو فيه، ندهنوها بالزبدة منكثروش شوية برك. نجيبو الطبق ونحطو ورقة الملصوقة كيف هك في الشطر بالضبط، ونخلوها نرخفوها شوي كيف هك. الورقة الأخرى تو تو عندنا الخليط وعندنا البيض، نهزو تو بالمغرفه ونحطو لهنا، نحطو في المول. بسم الله الرحمن الرحيم. الخليط اللي خلطناه نحطو نصف القيمه خاطر باش نعملو طبقتين. عندنا تو خليط البيض والفلفل الاكحل والقرفه، نخلطوه شوي ونسقو بيه بالشوي كيف هك. نخلو النصف الثاني للطبقة الثانية، نشدو كعبتين ملصوقة كيف هكا ونقصوا الاجناب نتاعهم كي يبدو كبار غير قد الدور نتاع المول بالضبط. نحطهم فريش توني كفاش، ونشد شويه زبده وزيد ندهنها بالزبده. نزيد نحط الاخرى، ونزيد نحطو طبقة أخرى، طبقة أخرى من الخليط. كملت حطيت الطبقة الثانية، توا نزيد نحرك البيض مرة أخرى ونحاول نسقي بقية البيض. نشدو توا كعبتين ملصوقة كعبتين، ونزيد نعملولهم نفس الطريقة، نقصهم بالمقص، نحولهم الاجناب نتاعهم بالمقص كيف هكا باش نتحصلوا على دائره، نحطوهم في الطبقه الفوقانيه كيف هكا. نزيدوا الكعبه الثانيه، كملنا تو الطبقات، تو نبدو نردوا لولا بالضبط كيف هكا. نردوه ردوها وهي نعملو لها البلياج هذا، شوفوا شفتوها كيفاش باش تجينا الدوره صحيح، وين تطلعك بالبلي اعمليها كيف هكا. نحاولوا ندخلوها في الاجناب كيف هكا، نحاولوا ندخلوها بالاجناب بالمساعدة متاع مغرفة ولا سكينة.
ندهنوا تو بالزبده الوجه الاول، لازمنا نعملوا 3 كعبات من فوق. اخر طبقه تو هذه الطبقه الاخرانيه. كملت تو طاجين الملصوقه هاكم تشوفوا، حطيته في المول، حبكم تشوفوا مازال ما خرجش يعني القياس نتاعو، شوفوه يعني ما طلعش فوق المول، هز الخليط كامل. دهنت الوجه نتاعو بالزبده هاكم تشوفوا. في اللحظه هذه كي نكملوا طاجين الملصوقه نحلوا الفرن نتاعنا على اقل درجه ممكن في الفرن، مده 20 دقيقه 25 دقيقه هكاك، ونبدو نثبتوا فيه ونردوا بالنا للوجه نتاعو يتحرق، خاطر ماهو فيه الزبده والورقه نتاع البريكر هايفا. المهم ثبتوا فيه، لكان حسيتوه باش يتحرق ولا حاجه غلفوه بالبابي الومنيوم من فوق. طاجين الملصوقه حضر، زينته بشويه قارص وكبار، شويه زيتون ورق معدنوس، شويه فلفل احمر، وتوا باش نقص لكم طرف منه. قطع الطاجين الملصوقه هاني قصيتها، شوفوا السمك نتاعو كيفاش يجي، يجي مذاق رائع ويجي طايب. ان شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. الى اللقاء في وصفه قادمه بحول الله، دمتم في امان الله وحفظه، الى اللقاء.